بسم الله. فرض ان انا وانا بفكر بدأت ارسم لاين، فكر في شكل للحوايط، فرسمت لاين بالشكل دوت، وبعد ما خلصت عايز احول الخطوط دي لحوائط، بس ان انا اقعد امشي عليها بالشكل دوت قد يعني هيكون هياخد مني وقت شوية، فانا عايز حاجة اسرع وحاجة تكون ادق. في طريقة ان انا اجي على اداة الماجيك ويند، تمام، واحدد الخطوط، بس اكون هنا معلم ان ده وول، واحدد الخط الاقي ان الحيطة كلها اترسمت مرة واحدة. وممكن لو انا عندي مثلا اي دايرة مثلا، يعني لو جيت هنا في هنا قلت له مثلا ارك سيركل، وقلت له انا عايز من ديزاين او عايز اعمل سلابة، برضو اداة ماجيك ويند هتسهل الموضوع دوت. او ممكن يكون عندي برضو شكل عشوائي وليكن مثلا الشكل دوت، وعايز اعمل له فيل مرة واحدة، فلازم اعلم على علامة الفيل واجي هنا في اداة ماجيك وانت واروح محدد هنا الاقي ان هو عمل لي الفيل كله مرة واحدة. فهي اداة بتسهل عليا الشغل، والاختصار بتاعها بسيط جدا اللي هو المسطرة، تمام، بس هي بتسهل الشغل ان انت ترسم مثلا حوايط او فلور او فيل او اي حاجة.